متابعي موقع تحت مصر، برحب بكم في لايف جديد. معاكم شيرين لقوشة، مراسلة محافظة الغربية، معاكم من مقابر عزبة حمد، وأمام المقبرة التي دفنت فيها نيرة أشرف، يعني شهيدة الغدر اللي لقيت مصرعها على يد زميلها أمام بوابات جامعة المنصورة. طبعا الواقعة اللي شهدت الواقعة اللي اهتم بيها كل الناس على مستوى الجمهورية وحتى على مستوى العالم العربي كمان. الجديد في القضية اللي الحقيقة كنا فاكرينها انتهت بتنفيذ حكم الإعدام على المتهم محمد عادل، فوجئنا ان القضية لا لسه ما انتهتش، لسه فيها تفاصيل جديدة بتحمل مفاجآت جديدة. والمفاجأة الأخيرة اللي جايين نتابعها ونرصدها مع حضراتكم ونرويها لحضراتكم هو قيام أسرة محمد عادل بتحرير محضر وبلاغ ضد شروق أخت نيرة أشرف باتهامها اتهمها بالسب والقصف، وكل ده علشان شروق او شقيقة نيرة اشرف طلعت في احدى اللايفات طلعت قالت ابن خديجة. طبعا الكلمة كانت غير مرضية لأسرة محمد عادل واعتبروها سب وقصف. شروق طلعت في احدى اللايفات بتقول او بتصف بتقول يا ابن خديجة او ابن خديجة، ودي المصطلح والكلمة اللي ما عجبتش أسرة محمد عادل، وعلى أثرها قاموا بتحرير أو بالبلاغ بالسب والقصف ضد شقيقة نيرة. الجديد في القضية إن تم تحويلها إلى المحكمة الاقتصادية، طبعا هتأخذ مجراها، ولكن إحنا حاولنا التواصل مع والد نيرة أشرف أستاذ أشرف غريب، واللي طبعا هو اعتذر عن التصوير او اجراء اي لقاء مصور، واكد طبعا من خلال كلامي او الحديث معه في تصريحات خاصة طبعا بموقع تحيا مصر، ان لما كلمته على القضية وان هي تم احالتها للمحكمة الاقتصادية، قال والد نيرة ان يعني هم ابتدوا حياة جديدة خلاص، واعتبروا ان تنفيذ حكم بدأوا حياة جديدة خلاص، وإن اعتبروا إن قصة أو قضية بنتهم نيرة أشرف انتهت بتنفيذ حكم الإعدام على المتهم. وقال بالتحديد إن هو رفض إن هو يتناول الحديث في أي أمر يخص قضية نيرة مرة تانية، وانه خلاص اكتفى بتنفيذ حكم الاعدام والقصاص العادل في المتهم محمد عادل وقاتل ابنته. وكمان اكد ان هو خلاص مش مهتم بالموضوع ومهتم بامور اخرى جديده، وقال نصا احنا خلاص ابتدينا حياه جديده خصوصا بعد ما ادى مناسك العمره برفقه ابنته شروق وزوجته سناء والده نيره. فهو أكد من خلال تصريحاته أنه خلاص ابتدى حياة جديدة، أنا على حد قوله أنا ابتديت حياة جديدة خلاص، مش عايز أتكلم في اللي فات، مش عايز أفكر في اللي فات، أنا رحت عملت عمرة أنا وبنتي وزوجتي، وخلاص إحنا ابتدينا حياة جديدة وقفلنا الصفحة اللي فاتت. دي الكلمات اللي قالها والد نيرة أشرف أشرف غريب. كمان كشف ان التفاصيل البلاغ اللي تقدم، وقال ان بنته هدير هي اللي كانت طلعت على احد مواقع التواصل الاجتماعي وقالت في تصريحاتها ابن خديجة.
وكانت هي بتتكلم ومنفعلة، وهو ما اعتبرش ان دي فيها نوع من انواع الاهانة والسب والقصف، وهو معتبر ان يعني القضية دي هو يعني هو واثق طبعا في القضاء العادل، ومعتبر ان القضية دي مش يعني بنته مش هتحصل على البراءة، لان اعتبر ان كلمة ابن خديجة ما اعتبرهاش نوع من انواع الاهانة او السب والقصف، وان هدير هي اللي طلعت قالت كده في احد اللايفات مش بنته شروق. كمان اكد لنا ان بنته هدير اللي هي المفروض ان هي المتهمة بالسب والقصف صاحبة القضية رزقت بمولودها الرابع وهو يدعى حمزة منذ عدة أيام، هي بتنعم بحياة هادئة ولا تود الحديث عن قضية شقيقتها، يعني هم قفلوا القصة برمتها تماما بعد تنفيذ حكم الإعدام. وعايزة أقول لكم إن هدير للمرة الرابعة ترزق بطفل وسمته حمزة، وحتى هو كان بيهزر كده والد نيرة وقال احنا كنا نفسنا هدير كانت تجيب بنت علشان نسميها نيرة، ولكن يعني القدر ما أمهلش حاجة زي كده وهدير أنجبت ولد. خليني أذكر حضراتكم بقضية نيرة أشرف اللي طبعا لمدة عامين كانت حديث التواصل الاجتماعي وشغلت يعني الناس بشكل كبير جدا ما بين المدافع عن نيرة أشرف وأسرة نيرة أشرف وما بين المؤيد والمدافع عن أسرة محمد عادل. طبعا يعني هي واقعة كلنا متذكرينها ومتذكرين تفاصيلها، وحملت يعني مفاجآت كتيرة جدا جدا، من بينها طبعا يعني قيام الراحل المحامي الكبير فريد الديب يعني قبل وفاته بعمل أو بكتابة العريضة اللي مقدمة في الدفاع عن المتهم، ولكن توفاه الله قبل كتابة الدعوة في مرحلة النقض. خليني أذكر حضراتكم إن نفذت سلطات سجن جمصة بمحافظة الدقهلية حكم الإعدام على الجاني محمد عادل في جريمة قتل الطالبة نيرة أشرف أمام بوابات جامعة المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد رفض الطعن المقدم من قبل المتهم، وتم تنفيذ الحكم يوم 14 يونيو الماضي. يعني الله يرحم نيرة ويصبر أسرتها، ولكن الواقعة ما زال فيها جديد، وأكيد هنرجع ليكم بتفاصيل جديدة. كل يوم بتحمل لينا القضية دي الحقيقة مفاجآت كبيرة جدا، وهي يمكن القضية الأشهر منذ عدة سنوات، هي القضية اللي شغلت ناس كتير جدا جدا، وكان والترند الذي لا يموت. قضية نيرة أشرف كلنا كنا بنتابعها وبنتابعها عن يعني كسب وعن اهتمام شديد، والناس انقسموا لجبهتين، جبهة مع محمد عادل المتهم وجبهة مع أسرة نيرة أشرف، وطبعا كان في ردود أفعال كبيرة جدا من الأسرتين الحقيقة يعني، وكان من ضمنها شقيقة نيرة لما طلعت في على مواقع إحدى مواقع التواصل الاجتماعي وطلعت قالت ابن خديجة، وزي ما قلت لحضراتكم الكلمة اعتبرتها أسرة محمد عادل هي سب وقصف، وقاموا بتحرير بلاغ وإبلاغ الجهات الأمنية بتهمة السب والقصف ضد شروق أخت نيرة، والحقيقة اللي طلع قال كده هي هدير مش شروق، وتم تحويل القضية للمحكمة الاقتصادية. أكيد هنرجع مع حضراتكم تاني عشان نقول لكم الجديد في
القضية. كمان قلنا لحضراتكم تصريحات والد نيرة، واللي يأكد ان هو بدأ حياة جديدة خلاص، مش عايز يتكلم في الموضوع. والقضية دي شغلت الرأي العام لمدة عامين متواصلين. وزي ما قلت لحضراتكم، احنا قلنا لحضراتكم ان تصريحات والد نيرة اللي رفض الظهور الإعلامي مرة أخرى، وأكد ان هو خلاص قفل الصفحة دي بتنفيذ حكم الإعدام على المتهم، وخلاص حابب ان هو يبتدي صفحة جديدة، خصوصا بعد ما راح عمل عمرة مع بنته وزوجته، وخلاص رافض ان هو يتكلم عن الموضوع. ولكن مؤكدا ان قضية التشهير المتهمة فيه بنته هي هتطلع منها، لان هي ما كانتش تقصد اي نوع من انواع الاهانة او السب والقصف، وكان هو مجرد وصف فقط لا غير. منتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد، اكيد هنرجع لحضراتكم. طبعا احنا من امام مقابر عزبة حمد ومقبرة نيرة، يعني الله يرحمها ويحسن اليها. القضية التي لا تموت الحقيقة، القضية الترند اللي هي ما زالت ترند لحد وقتنا هذا، وفيها مفاجآت كتير. أكيد هنرجع لحضراتكم مرة تانية عشان نقول لكم أي تفاصيل جديدة خاصة بالقضية. ربنا يرحمها ويغفر إليها، وطبعا نطلب منكم الدعاء جميعا لها. بشكركم جدا وإلى اللقاء.